خلينا نقول مقدره، عندي شعريه وعندي ورق لورا وعندي قرفه ومكسرات حسب الرغبه، ملح وفلفل وزيت، ممكن يبقى معايا مرق او ممكن زيت او زبده او زيت وزبده وكده خلاص. تعالوا بقى نحط الحله الحلوه دي نعمل فيها الايه الشعريه. ناخد كده ملعقه خشب، برضو هي من الحاجات الجميله قوي، حاجه كده قريبه زي الرز بالخلطه بس مختلفه لان هي ما بتاخدش تسويه كتير ومحتاجه ميه سخنه. خليني اسخن الميه، اسخن هنا، احط شويه زيت مع معلقه زبده يعني عشان ايه الزبده ما تتحرقش ويبقى في نفس الوقت مديه طعم حلو. المكسرات بحمصها في الفرن، لا دول كتير قوي. وبعدين هنزل الشعريه، كميه حلوه بقى، ما احنا مقدمينها مكان الرز فاحنا الشعريه دي لازم نحمرها حلو. حمر تحميره حلوه اللي انا نقصتهم رجعتهم تاني. اوكي بسم الله، ونحمر حلو. هسقيه برضو بمرق او هحط معاها مكعبات المرق واسقيها، وده هيبقى الطف، توصل للون الذهبي اللي احنا عايزينه. عايز يخليها حلو، والله يا معتز احنا فيها اللبن موجود وكله موجود. اشيل لك شويه على جنب قبل المرقه. تسلموا حبايبي، تسلموا. هي ميزه بس ان الحاجات دي بتبقى جميله والله. والله وحشتنا الشعريه انا بحبها، كنت زمان بالسكر البودره، كنت بروح رحت زياره في الصعيد عند عماتي روشان وكريمان وشاهيناز. كانت عمته روشان هي اللي تعمل الشعريه دي. بالليل لازم انجر الشعريه، اللي بيحبها بالسكر البودره واللي يحبها باللبن والفانيليا والسكر بصراحه يعني. وطبعا الكشك الصعيدي هناك بيتعمل لا يعلى عليه، لانه بيتعمل على اصوله، الكور الصغنونه الحقيقيه اللي انا عملت لحضراتكم منها مره، بس كان فارق منها اللي هو اللبن، اللبن الزير بيقولوا عليه، ده اللي لازم بيبقى مخضوض هناك، بيبقى ليه يعني بيبقى حامض كده وبيعملوا له تركيبه توليفه معينه كده. عايزه بس هدي النار هنا مش عايزه دي تشيت مني، اقلبها بس شويه حلوين كده، بهدي النار كده. فكانت عملناه مع بعض، عايزين نعمل الرقاق عشان مدام سميره طلبته، حاضر من عينينا. في تطبيقات معانا يا روان؟ طب ما يلا روان كده اتحفينا وانا هضيع لكم وقتكم في التقليب يا روان. يلا حبايبي يلا معانا. ولاء محمد عامله موس جيلي فراوله، تسلم ايدك. فطرت العشر دقايق، الله 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 الله. ولاء محمد عامله فطرت العشر دقايق. الاكلير، واو مين اللي عامله؟ ولاء برضو. ايه ولاء ده؟ ايه حاجة الحلوه دي؟ تسلم ايدك وعينك. مين؟ نير سالم عامل طاجن كابوريا، الله الله، تسلم ايدك والله. قرص فلاحي نير، تسلم الايادي، روعه. وده الزبادي، وقال جميل، تسلم ايدك والله. مشويات، مشويات، تسلم الايادي. اوه ايه ده، بسكوت العشر دقايق ده عمل شغل والله. بسكوت العشر لا يستاهل، يستاهل نشتري له عشان خاطره دي بصراحه. حبيبه عامله كيك روعه، تسلم ايدك يا حبيبه حبيبتي. وعامله فطاير محشيه، دي جبنه، وشايفه انا بسطرمه دي ولا طماطم مش عارفه. تسلم ايديك يا حبيبه قلبي، تسلمون يا رب. شكرا على كل اصدقائنا اللي بيبعتوا تطبيقات جميله. انا بس ايه كده سيبها شويه بس بدات تحمر لحد ما تاخد اللون كله، لازم افضل اقلبها عشان ما تبقاش واحده وواحده. هحط ورق اللورا، وعندي مكعبين مرق برضو كده عشان تبقى حادق، هصب عليها ميه سخنه
وعندي احط جواها ممكن شويه زبيب وبراها كمان شويه زبيب. اوكي تاتش قرفه باودر. انا حطيت واحد عود بس ايه هي احلى طعمها القرفه. بصوا اللون الحلو ده واحنا حاطين الزبيب. بصوا بقى جميل ازاي. تعالوا بقى نسقي ميه سخنه. حطيت المرق مكعبين والقرفه وعود القرفه. بسم الله. ما بتاخدش ميه كتير. ها خلينا نقلب كده تقليبه. انا خافه النار خالص كده. هتاخد بصوا المستوى الميه مش زي الرز خالص. بصوا بقى على المرق وتتقلب تقليبه كده. وادي عود القرفه. يا سيدي انت مقتنع بالسكر ليه؟ ما انت مش شايف ورق لورا ومرق. اقول ايه تاني؟ طيب هو قافش هياكلها بسكر يا مش واكلها. هي حلوه، هي حلوه والطعمها كمان بيبقى حلو وخفيفه الحقيقه يعني. خلينا ناخد الطبق ده ممكن نقدمها فيه. طبعا وطيت النار، هديت على طول وانسى انها حطيت المرق سخن. هديت النار خالص كاني هطفي زي الرز شمعه تتشرب بس اروح على طول مفرفطاها بالشوكه ومنزلاها وتتقدم سخنه. ودي تتعمل عاده قبل الفطار مباشره عشان ما بتاخدش وقت زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب نيجي بقى هنا اشيل ده. حاضر. لا هنعمل عصير. لا لا عماله اغلس عليه من الصبح يقولوا لي كنافه بقى، اروح قايله وصفه ثانيه خالص. حاضر. طيب انا بقى ببعت لمدام نادي حبيبتي عشان هي بتقول القشطه الكذاب. بصوا بقى بالشوكه. معلش بقى مخرجنا كده الله يكرمك. ايوه الله الله الله، ده انت معايا وانا مش واخده بالي والله. طلعت انا اللي مش واخده بالي. بصوا اتشربت ازاي على طول، مش هتاخد وقت. بس تشريبه خفيفه كده وتنزل نحطها في الطبق ونحط عليها ايه بقيه الزبيب الحلو ده والمكسرات. فاضل معانا يعني معايا كنافه. طيب عايزه تيجي تاكل اكل مغري فعلا وجميل ريحته حلوه. تسلموا حبايبي كده يلا. هنقدم بقى في الطبق. بصوا انا اللوز طبعا زي ما اتفقنا بنحطه في ميه سخنه بتغلي من الكتل وبعدين يطلع ربع ساعه تقب كده القشره بتاعته تروح مطلعه. انا ما بحبش احمره، بحب احطه في الفرن. ماشي يا حبايبي يلا نقدم القمر دي. واو بسم الله بسم الله بسم الله. تعالوا الله 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 الله. بسم الله بسم الله. خلوا بس ده لفوق هنا. الريحة روعة. القرفة اللي احنا حطيناها باودر مع عود القرفة مع الزبيب لا عامل شغل بصراحة. وانا هطلع دلوقتي العود ده مش هسيبه عشان يبقى في التجميل. الله الله ماشي حبايبي. هنا بقى الزبيب خد مع الميه السخنه انتفخ وبقى هتاكلوه تحسوه في طراوه مش ناشف. وده الميزه. بصوا الحله مفيهاش حاجه بقى ماسكه ولا لازقه ولا شايفين الجمال.